انا عندي مشكله مع شخص كلمت معاه مره واثنين وثلاثه ومش عايز اخسره. تمام. ما هو مفيش قدامي غير الصمت احيانا وبمقدار معين. يعني هو ده دي اداه ذكيه جدا احيانا لما تكون انت غضبان ان انت تسكت بس لفتره معقوله، يعني مثلا ساعه ساعتين. لكن الصمت العقابي احيانا بيمارس بشهور. نعم. وفي ناس بتخش في سنين. بالضبط 20 سنه يعني. وهنا النرجس اللي هو الصمت العقابي النرجسي، لانه خصوصا انه يحاول ان يتجاهل التواصل معك. حتى لما انت تحاول تقول له ايش فيه، طب انا ايش سويت، طب ليش ما في تواصل. بالضبط. وبيسيب الشخص ويمشي. بس هو هنا يشعر بالمتعه ترى. نعم. انه هو يشعر الشخص اللي امامه انه انت لا تعرف الاجابه، يتركك معلق. بالضبط. هو تعرض للتعذيب ده وهو طفل وعارف احساسه عامل ازاي، فبيبقى بيتلذذ ان انا بحط عليك نفس العذاب اللي انا تعرضت له. دلوقتي انا معايا الباور، انا معايا القوه، وانت ما بتقدرش تعمل حاجه. فللاسف هي حاجه نفسيه مغروسه من الطفوله، وهو يشعر بالمتعه بهذا التعذيب للأسف. للشخص الاخر للاسف.